بونجور نادين. بونجور كاتيا. كيفك اليوم؟ صحتين. شو شهر رزب لبن؟ لا لبن امه. زقتيها شوي. طلع عليك الضوء شوي. انا كل شيء بلبن بحبه الاكل اتس فيري فانتاستيك. وشيف مارون قول ما في عليه عقوله امين قال له اي لاف يور جوب. صحيح. نحن اليوم رح نحكي عن جوبز كمان. صحيح. بس عن نيو جوبز. لا صحيح. خبرينا شوي. اليوم رح احكي بتعرفي اليوم عنا ناس متخرجين جديد وبدهم يبلشوا شغل وبدهم يبلشوا العمل ودائما نحن بنتامل انه كل الناس تلاقي شغل بلبنان ويعني على امل انه عن جد كل هالمتخرجين من عنا يضلون عنا بس اذا كان الاشخاص كمان راحت على غير بلاد في اصول في اتيكيت للجوب تبع يعني اول ما بنبلش اول جوب دائما كثير صعب لانه ضروري بغير بلاد يعني او لا هلا هو بتعرفي الاتيكيت شوي يعني مش شوي انترناسيونال هي اللغه الجديده يلي كل الناس بتحكيها فبغض النظر عن البلد اللي انت فيه بالبزنس اتيكيت هي عباره عن لغه خلقناها لحتى كل الناس شو ما كانت جنسياتهم يقدروا يتناغموا مع بعضهم ويشتغلوا مع بعض فلهالسبب في اصول وقواعد انا رح اجرب اقولها هيك على السريع وبليز بتمنى ان الناس كمان تنتبه لانه الاشياء اللي عم نقولها يمكن صحيح بتبين طبيعية أو بتبين عادية إنما على الممارسة مفروض نعلم الشاب اللي هو مخرج جديد هيدي الأصول شاب أو الصبية والصبية طبعا لهالسبب وقت اللي عم بيتخرجوا التلاميذ قبل ما بيتخرجوا عم نبلش نعطيهم كورسز اسمها بزنس اتيكيت اللي كتير مهمة كمان اليوم تدرس بالجامعات وأنا بوجه تحية لتلاميذي كمان بجامعة الحكمة دونك أول شغلة مفروض نعرفها هي كيف نسلم الهاند شيك شغله كثير كثير مهمه وقبل ما نوصل كمان لازم نعرف شو نلبس لبس دائما مفروض نعرف الشركه شو لبسها نسال على دريس كود تبع الشركه اذا كانت الشركه عندها دريس كود معين الالتزام فيه بحذافيره يعني من الواحد للمية بأول سنين العمل تبعنا بتمنى عليكم انه ما يكون في كثير عندكم اشياء انتم هيك من راسكم انه انا معلي شيء تحت اطار انه انا بدي يكون هيك شوي مختلف مش باللبس لانه الشركات وقت اللي يعني وقت اللي بتنبنى بيكون في عندها شيء اسمه دريس كود نشغل عليه لانه الايمج تبع الموظف صوره الموظف شغله كثير ضروريه انه نحن نعرف الهدف والرسالة اللي عم نوصلها من خلال شكل الموظف اللي عنا لهالسبب نحن كتير من شدد على انه صورة الموظف تكون بشكلها الصحيح الزعبرة بالمدرسة خليها خلص بالضبط يعني قبل كان عنا كوستيوم انا من الاشخاص اللي بقول انه بحب يكون في كوستيوم بالشرك بس دايما ننتبه انه يمكن باعمال متقدمة يعني بتعرفي من 15 سنة صارت البنوك كمان عندها كوستيوم حلو مرتب شوي هيك امرار فاشنبل منفوت له اذا بدك ديزاين خصوصي لانه لقوا انه العميل وقت اللي بفوت على عند على الشركه او على البنك بيرتاح للاشخاص اللي لابسين بشكل هيك بزنس اتاير نحن بنسميه او البروفيشنال اتاير يلي هو بدله وكرافات وقميص بس يا ريت يعني بيكون هن الموظفين قادرين هن يكونوا عندهم دريس كود لحالهم ومش كوستيوم كلهم سوا لا بتعرفي المشكله كاتيا لانه اذا بتتركي الناس انا بحط حالي محلهم يعني لانه انت يمكن بتعرفي تلبسي بتعرفي تعملي تناغم بالالوان بس هيدي مشكله مش الناس بتعرفها وبالعكس تماما في ناس بيقولوا لك بليز انا ما بدي افكر الصبح بدي اعرف انه انا هيك بدي البس بس نظافه الهندام الشغله ما بقدر انا ابدا اطلاقا اني ما احكي عنها نظافه الهندام نظافه الشعر نظافه الضفير نظافه الحذاء هيدي امور يجب انه ننتبه لها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وبتصير مثل واحد بيفرش اسنانه يعني شغله ما بنقدر والانتباه للعطور او للبارفان اللي نحن بنحطه اذا كان كثير قوي كمان ممكن يزعج الاخرين خصوصا اللي معنا بالشغل اذا كنا بندخن كمان الانتباه للروائح اللي بتصدر عنا والاصوات اذا كنا نحن بنحكي على صوت عالي مثل حضراتنا نحن انا يعني عندي هالمشكله بس بنجرب قد ما فينا وقت اللي بنكون عم نحكي نخفض نبره الصوت لانه هذا
شيء كتير بيريح الشخص الآخر. طبعا ما تكون واطي لدرجة إنه الأشخاص مش عم بيسمعونا، إنما إذا كنا بكيوبيكلز صغار حد بعضنا دايما الانتباه لكل شيء بيصدر عنا الأصوات، هيدا حكينا عنها بفكرة. مع العلم إنه المتخرج جديد وفايت على جوب جديد رح يكون عنده كمان رهبة الجوب جديد أو الاندماج بين الموظفين الآخرين أو بين فريق العمل. لهالسبب كتير مهم بأول أيام عملنا إنه نسأل أسئلة، وأسئلة كتير بمحلها فينا نحضرها، فينا نسأل مين الأعلى رتبة لحتى نعرف نقدم الأشخاص، يعني نعرف لأنه التعريف الأشخاص والإنترودكشن شغلة كتير مهمة، تقديم والتعريف كتير مهمة، نعرف كيف نقدم مين، وإذا حدا عرفنا على حدا كمان نجرب نحفظ الأسماء. كتير مش حلو من هيك كمان منشوف النيم تاك بينحط، لأنه فكرة إنك أنت تعيط للأشخاص أو تنادي الأشخاص باسمها الصحيح شغلة كتير مهمة. ما منرفع الكلفة أبداً أبداً حتى مع زملائنا إلا إذا هن سمحونا بهذا الموضوع، ومع الباص تبعنا بعد أقل وأقل بنقدر نرفع الكلفة. كتير مهم إنه ما نرفع الكلفة بشكل كتير عفوي مباشر، مش لأنه نحن يعني عم نجرب نحط حدود بين الأشخاص، لأنه نحن بعلاقة مهنية وبناء المهنية ببلش من أول نهار بحياتنا المهني. فإذا بناء المهني ببلش بالأول من بشكل الصورة اللي نحن منروح فيها على على المكتب، ومن ثم بأنه نحن نحفظ الأسماء بشكل الصحيح، نعرف. وإذا كان أنا ما بعرف، يعني أنا بتذكر أكثر مرة ستقلي مندلة ولا مندلة ولا كيف تحبي أني أقلك الاسم، فأنت بهيدي الطريقة بتقولي لي أنا هيك وبحفظها. إذا ماني قادرة أحفظها بأيدهم على ورقة، بعمل شو ما كان لحتينا أقدر أحفظ الأشخاص على الأقل المباشرين لألي. بعدين إذا بدي أطلب المساعدة من الأشخاص اللي هني قبلي، كمان ما أعتبر أنه أنا الشركة اليوم، أنا أول حدا أول نهار بالشركة، بس الشركة قائمة وصار لزمان عم تمشي وفي ناس عم تشتغل. فإذا إذا أنا ما فهمت شغلي، مش دايما إلي حق أني روح أقطش أو أقطع الشخص الآخر عن عمله إلا إذا كان مسؤول، وإذا كان هو بمحادثة أو بشغل تاني أنطر شوي هالوقت القصير قبل ما أني أقطعه. دق الباب أو طلب الاستئذان كمان شغلة كتير مهمة، يعني كتير حلو وقت اللي أنت بتكوني عم تشتغلي أول نهار تعطي هالفكرة أنه الإتيكيت يعني جزء لا يتجزأ من شخصيتك. مهضوم انك تعملي نكت، بس مش بأو مش قبل ما يصير في بيناتكم هيك نوع من الخشبوشيه، والامتناع عن هيدا هيك الهيومر يعني التنكيت لحين قاعدين على الغداء. يعني في اوقات معينه بتقدري انت تاخدي تسالي على كل شيء بيصير، اسألي قد ما بدك. هلأ الوقت المناسب تنكيت والزباين موجودين، لا هيدي مش مسموح فيه بالمحل، في حديث جانبي وما صحيح. عم يفهموا الزباين الموجودين مش عم يفهموا ولا لهم علاقة فيه، ووقتهم عم بيضيع كمان طبعا. وبعدين لا هيدي قولي نحن حكينا عنها قبل، انه الواحد وقت اللي بيكون في شخص موجود على قدامك التليفون بده ينتهي، الحديث الجانبية بدها تنتهي اللي اصلا مش مفروض تكون كتير موجودة. يعني نحن عنا كتير وقت بيضيع بس بالأحاديث الجانبية للأسف، بس معلش رح أقول إنه يعني رح نسمح شوي فيها، بس إذا كان في مجرد ما يكون في شخص عميل موجود قدامنا فالأفضلية. هلا بالنسبة لرفع الكلفة أوقات بيكون في أكثر من مدير بالشركة، وكل مدير عنده شخصيته مختلفة وبحب إنه يقارب بشكل مختلف. يعني إذا مدير بيرفع الكلفة يمكن التاني ما يكون بيرفع الكلفة. لهالسبب انت كموظف جديد بتضلك تقولي له مستر فلان او مسز فلان بعائلتها، يعني عائلتها مش باسمها الصغير، لحين هي بتقلك بليز عيطي لي نادين، او هو بيقلك عيطي لي قولي لي روجي روبير محمد احمد اللي بدك اياه. فهيدي دائما الأعلى رتبة هو من يرفع الكلفة، ومنعرف نحن أنه الأصول تبع الاتيكيت بزنس اتيكيت أنه ما في فرق بين الرجل والمرأة، اثنيناتهم متساويين يعني بالرتب تبعهم من الناحية، لأنه السوشيالي بالشكل الاجتماعي السيدة إلى أفضلية صغيرة قليلة جدا على الرجل، إنما بالعالم الأعمال ما في أفضلية للمرأة أطلاق.
مطلقا، انما هيدا ما بيقول انه الرجل مفروض ما يكون عنده لفتات حلوه. هلا رح نحكي شوي عنها. في بليز الصوت دائما يكون واضح، دائما بدون ما يكون عيط، يعني بدون ما يكون عالي جدا ولا واطي جدا. وقت اللي بدني اسال سؤال جرب اني افكر بالسؤال قبل ما اساله. بتعرفي في ناس عندها نوع من الاسئله ريتوريك، يعني بتسالك السؤال بتعرفي الجواب، فهيدي اسئله تعتبر بتدل عن عدم ذكاء. يعني يجب السؤال يكون محضر براسك، اذا ما عرفتي فعلا الجواب فتسالي السؤال، والاجابه عنه يستحسن بهالوقت انه يكون نعم ام لا. يعني بتعرفي في لحتينا هيك افتح بالكوميونيكيشن بالتحادث، في نوعين من الاسئله. في الاسئله اللي بيقولوا لها open ending، يلي مفتوح النهاية تبعيتها، مثل دخلك شو عملت اليوم على الغداء، فأنت هون بتفتحي حديث تقولي لي عملت هيك عملت هيك عملت هيك. في الأسئلة يلي هي إلى نهايات مسكرة، يلي الجواب عليها بنعم أم لا، أكلت اليوم رز ولبن نعم أم لا. فبمجال العمل لأنه الوقت كتير قصير وكتير يعني محدد، فأسئلتك يجب أن تكون جدا محددة بclose ending exactly ب يعني نهايات مسكرة، بس نعم أم لا. بدي كنت مفكرة بهالسؤال قبل ما يبلش. صحيح. وإذا لأنه المحادثة هي عبارة عن فتح حديث، فإذا أنت بدك تطول الحديث. تاني شغلي التليفون، كتير مهم إذا أنت اليوم عم تردي على التليفون كمان تسألي الطريقة المثالية والطريقة اللي هن بيتبعوها بالشغل لحتينا نرد على التليفون. إذا كان نحن منرد بالديبارتمنت كيف منرد، إذا منرد بالشركة كيف منرد، وإذا كان ما عندك أي يعني أي يعني تفضيل في فيك ترد دائما باسمك، بونجور نادين داهر معك كيف بقدر ساعدك. هيدي اقصر طريقه. بس في اوقات نادين ما بيكون بالشركه في يعني ثقافه عامه، نعم بيكون كل شخص عم يتصرف على سجيته. على طريقته، فاذا هون اللي فيه تجديد كيف بده يتصرف، اللي فيه تجديد ما في يسال كل واحد. يعني كمان المفروض انه بالشركه يكون في ما بعرف تاهيل اولي او صحيح. هلا قلت اذا كان في خط عام نحن عم ماشيين عليه نتبعه. بتعرف الاوتيلات مثلا قالوا معك كيف بقدر ساعدك، وبليز هون كمان براكتيكلي خلينا نسمع شو اسمكم وشو هيدا. واذا كان كثير كثير طويل الاسم جربوا قصروه بشكل انه الشخص اللي وجربوا اسمعوا شو السؤال قبل الجواب، الجواب جاهز لانه صحيح. فاذا اذا ما كان في خط عام كاتيا بتقدري تقولي نادين داهر كيف بقدر ساعدك، قسم مثلا الخدمات، قسم ما شو ما كان انا، بس انه فيك تحددي قسم الخدمات نادين داهر كيف بقدر ساعدك. انت منك لحالك اخلقي ايدنتيتي، اخلقي هويه لنفسك، وهيك بتنعرفي فيها، يمكن الناس تحبها كمان تصير تقلدك، وهيدي شغله كثير حلوه. فاذا هدول الامور البسيطه. هلا في كمان اليوم لانه عندنا التواصل الاجتماعي شغله كثير كثير مهمه، بدي اقول لكم يعني خبرية صغيرة أو إذا بدكم تب صغير هيك لحتينا تنتبهوا لها، إنه اليوم كتير الشركات عم ترجع لتواصل الاجتماعي تبعكم لحتينا تقرر كأنه منخدكم أو منوظفكم أو لا. لهالسبب بتمنى عليكم طبعا انتم اليوم ما نكون هالقد يعني قادرين تشوفوا اهميه هيدا الموضوع، فارائكم السياسيه صور منا كثير لائقه، يمكن ما بعرف انا يعني تعليقات منا كثير بمحلها. بتمنى عليكم انه تنتبهوا انك انت اليوم وقت بتصير شخص عم بيفوت على مجال المهني، على المجال المهني انت اليوم صار عندك صوره يجب ان تحافظ عليها، شغله كثير كثير ضروري نعرفها. بكل الاحوال يعني السوشيال ميديا عم تحكي مع الجراند ببليك، اكيد يعني مانك عم تحكي مع اصحابك بس، قادر مين ما كان يفوت يشوف شو عم بتقولي بشكل او باخر، فبدك تعرفي عم تحكي مع كل العالم، بدك هالايماج عند كل العالم.
هيدا المشكلة وين بتصير كات اللي أنا عم شوفها، لأنه هلأ عم نواجه هيدا الموضوع وقت اللي عم نجرب أنه يعني نوظف أشخاص، أنك أنت اليوم بتفكري حالك، اليوم عم بتفكري بالمنظار الضيق لأنك قاعدة بقوتك قدام الكمبيوتر صحيح. قدام هالآيباد هالآيفون، تنسي شو في وراء وما بتكوني عم بتقدري عواقب الشيء اللي عم بتقوليه. فأي كلمة اليوم بنحطها على النت ما بنقدر نرجع نشيلها، هيدي بتكون تعرفوها، بتلحقكن كل العمر، بيقدروا ناس يرجعوا يجيبوها مجرد ما تعملي بوست نعمل البوست. فإذا هيدا ممكن كتير، ونحن شهدنا مش من زمان كتير، شهدنا أنه في بلاد كمان لجأت لهيدا الموضوع لاستقصاء أشخاص من وظيفتهم. بس اليوم أنا وقت اللي بصير شخص مهني بدي دايما انتبه لأنه يكون تعليقك بمحله، وأنا بنصح أكثر من الأشخاص، يعني بنصح أكثر من شخص أنه يكون يعني عم بيفكر بالشي اللي هو عم بحطه، حتى إذا كان إشي عائلية، يعني الإشي العائلية أيه اللي كمان عم نحطها، يعني خليكم دايما فكروا بهذا المنظر أنه هيدي الوسيلة بطلت حكر على الأشخاص القراب، غير الآراء الاجتماعية والسياسية طبعاً. والآراء يلي ممكن تكون بتأثر على ظروف العمل أو سياسة الشركة او الى اخره، هون بده يكون في احترام لانه في التزام بهالمطرح عم تشتغلي فيه. انت ما بتعرفي كاتيا عن مين بدك تشتغلي بكره، يعني يمكن يكون خلينا نقول سياسيا تكوني انت مع هيدا الفريق، وبعدين يجيكي شغل عند الفريق الثاني بتكوني انت عند هيدا الفريق حتى كل شيء فيه. هلا يعني طبعا رايك رح يضل رايك، بس هل رح تروحي لعند هالبوس يلي عنده توجه مختلف وتقولي له بوجهه انت غلطان؟ ما انت ما بتعرفي توجه البوس تبعك، يعني يعني اذا الشركه ما مش مفروض يكون اصلا لها سياسه، بس ممكن هيدا الشيء السياسي اللي او التعليق، لكن يكون حتى خليني اعطيك اكثر من هيك مثل، يمكن يكون حتى تعليق اجتماعي على راي بالزواج المدني، بالصيد، بال يعني مواضيع في عليها خلافات يعني في عليها خلافات. فيستحسن إذا في مواضيع عليها خلافات وأنت بعدك بأول حياتك المهنية، هلا وقت بتكوني أنت رب العمل ما بفرقاني معك، لأنه أنت بالنهاية مسؤولة عن عملك، وأنت بتعرفي وين صرتي، وصرتي حتى طريقة تفكيرك بالأمور شوي بتختلف لأنه في نضوج. إنما وقت تكون بعدك أنت بأول عمرك، يمكن بعد ما درست الموضوع بشكل كامل، يمكن تغير رأيك بعد شوي. بالضبط، يمكن تغير رأيك بعد شوي، يمكن تلاقي لا إذا درست الموضوع من غير ناحية. بدينا أن الواحد لازم يكون عنده آراء، وما يعني ما يكون ما لازم نحن نكون عم نتحاسب على آراءنا، يعني كاتيا كمان إذا كنا محترمين يعني الأصول. طبعا تعرفي الكلمة ما بتقدر ترديها، وكل شيء مكتوب. أنت اللي وقتها بنتحدث أنا وياكي، وأنا وياكي بنتناقش هيدا الشيء، بس وقتها بكتب كلمة هيدا الشيء صرت مسؤول عنها. هيدا تقولها تأختم. في عندك الداينينج مانرز يلي هو كتير مهم أنه نعرف كمان قواعد وأصول المائدة، لأنه نحن هلأ عم ناكل كمان مع الأشخاص الآخرين، وما ننسى أبدا أنه الإتيكات هي ما اجتمع اثنان إلا وكانت الإتيكات ثالثهما لا تسهل العلاقات بيناتنا. شكرا لك نادين، have a nice weekend. ومشاهدينا وقف هلا ومتابعه لايف.